خدماتهم عن طريق الفيديو كونفرنس. الوقت ده عايز اقول لكم كل سنه كنا يمكن هنا حتى كمان في صباح البلد بنتابع التغطيات وبنتابع هناك الجلسات وبنشوف الجمعيه العامه للامم المتحده، لكن لاول مره زي ما بقول لكم انه بسبب كورونا بيتم عقد الجمعيه العامه بالفيديو كونفرنس. لكن ده يخلينا نقول انه الحياه ما وقفتش وانه الحياه مستمره وانه الدنيا مكمله حتى مع الظروف اللي احنا بنشوفها دي. ويمكن كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القى كلمته في الدوره رقم 75 من الجمعيه العامه للامم المتحده زي ما احنا شايفين، ويمكن الكلمه كانت بتحمل رسائل مهمه جدا جدا، كلمه كانت شامله ووافيه. وهنتكلم كمان عن الرسائل الكتير اللي جاءت في كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.